يقل شأنا ولا يقل أهمية عن اسمنت القصيب. سهم وصل في يوم من الأيام قريب سقف القناة، وهذا كان من ضمن الشركات اللي كنا زمان نحللها مع العربية وحققت أهدافها. كنا ديك الأيام نقول لهم ماذا لو اقتحم الجنوب متوسط 50%، كشف لكم 90 ريال وهي تعادل 38 فيبو من 2006، وراح اسمنت الجنوب وضربها. إيش سوى الأفندي؟ وقف ومشي عرضي عشان يفتح جبهة للقناة أبعد داخل اتجاهات الصاعدة. والآن هو فتح الجبهة، فتح الجبهة ل 97 النسبة الذهبية من 2014، وفتح جبهة سقف القناة. وشوفوا الهرجة الكبيرة اللي زي اسمنت العربية وزي اليمامة، خط الترند الهابط الرئيسي من عام 2006 مرورا بعام 2014. السهم واقف الآن فوق 50 فيبو من 2014 84، واقف فوق دعم النظرية 83، وقاع هو أدنى قاع سواه من 4 شهور 82-30، وهذا هو دعمنا المضارب الآن. عشان السهم من أهم مقاومات الأيام دي اقتحام 90، واقتحام 90 مع إغلاق شهري فوقها زي ما قلنا انكشفت الأهداف 97 حاجز 100. وهنا يا حبايب الله أكبر، نكون أو لا نكون زي موضوع العربية ب 57، زي موضوع اسمنت اليمامة لو كان قريب 43. طيب ما هو أوسخ سيناريو أبو محمود؟ زي السيناريوهات اللي أنت قاعد تشوفها في الاسمنتات، لو حبوا انهم يضحكوا عليه يكسر 82 وينزل على اساس انه السوق مضروب، فيروح يسوي شمعة الوتد فين؟ يختبر متوسط 200 و100 عند 77، تمام؟ وبعدين تبدأ الرحلة الحقيقية اللي توديكم قريب 100-103، سقف القناة والترين، يعني تشوفوا الشمعة الوتد اتبنت بالطريقة دي، ويجي بعدين السهم شوفت عينكم طالع. هذا السيناريو يا أخوان أنا بأتكلم عليه، مو لازم يصير، ولكن أنا بعطيكم استباقيا إيش ممكن الهوامير يسووا عشان يشعروا ملاك السهم إنه نحن ما فينا خير في القمة، كنا قاعدين نصرف كداب في عينك، لأنه في عندهم كثير أمور تدعمهم. طيب يا مجرم، ما انت فوق 200، يا مجرم ما انت في قناة صاعدة، يا مجرم ما انت فوق قمة ما قبل كورونا، تبغى تضحك علينا؟ فعشان كده نحن دائما متفائلين في اسمنت الجنوب انه الثلاث الارقام جاية لا محالة، طال الزمن او قصر ما دام السهم استراتيجيا فوق 77 ريال ومضاربيا فوق 82 ريال. نروح الآن أحبتي للسهم اللي بعده،